وحول هذا المنتدى يسرنا أن ينضم إلينا عبر الهاتف سعادة السيد جمعة الكعبي عضو مجلس الشورى. مساء الخير سيد جمعة، وكما رأينا في التقرير أن الاستثمار في الشباب هو هدف المنتدى وعنوانه، كيف من الممكن أن تسهم البرلمانات المشاركة في تحقيق هذا الهدف؟ لا شك أن مملكة البحرين حققت الإنجازات والمستويات المتقدمة بالعديد من مجالات التنمية، ووضعت الخطط والبرامج المتنوعة التي تم تنفيذها من قبل الجهات المعنية. ونحن اليوم في هذا المنتدى نتحدث عن الاستثمار في الشباب ودورهم في تعزيز التنمية في ظل وجود أهداف عالمية للتنمية المستدامة. نعم. فلا شك أن تبادل الخبرات والتجارب بين الدول الخليجية والعربية والآسيوية مناقشة الفرص والتحديات مع المعنيين بسن التشريعات والقوانين من شأن التعرف على الآليات الجديدة والأنظمة والقوانين المعمول بها لدى الدول الشقيقة والصديقة في تفعيل وتنفيذ البرامج التنموية. ونحن بدورنا أكدنا في كلمة افتتاح المنتدى على ما حقق مملكة البحرين من إنجازات متعددة في مجالات الشباب والتنمية والسكان. نعم. في ظل العهد الزاهر لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة آل البلاد المفدى حفظ الله ورعاه. فهذا المشروع الرائد اتاح الفرصة الكاملة للشباب للإسهام في خدمة الوطن والمشاركة في الحياة العامة واتخاذ القرار، وهذا ما نجده متحققا من خلال المشاركة الفعالة للشباب البحريني في العديد من المجالات الحيوية والمهمة. نعم سعادة سيد جمعة، لو تطلعنا على أبرز النتائج والتوصيات الذي خرج بها هذا المنتدى لتحقيق هذا الهدف. إن شاء الله. خرج المنتدى مجموعة من التصورات التي ترسم خطة عمل للبرلمانيين في المرحلة المقبلة فيما يتعلق بتعزيز النمو والتقدم في مختلف المجالات، وبما ينسجم مع أهداف التنمية المستدامة، من بينها ضرورة تبادل المعلومات وتغييب التقدم المتحقق فيما يتعلق بقضايا السكان والتنمية، وأيضا الاستثمار المناسب للشباب بما يمكنهم من تعزيز التنمية المجتمعية. كما أوصى المنتدى بضرورة إعطاء الأولوية الكبيرة للاستثمار في تعليم الشباب وتوفير فرص وظيفية لائقة لهم بما يجعل منهم قوة دافعة للتنمية المستدامة، وهو ما سيسهم في ضمان الاستقرار الاجتماعي وبناء أساس التنمية في الدول المعنية. ونحن بدورنا كمشرعين في مملكة البحرين ندعم فئة الشباب من خلال تطوير التشريعات والقوانين والاهتمام بقضاياهم باعتبارهم ضمن أولويات العمل التشريعي. نعم سعادة السيد جمعة الكعبي عضو مجلس الشورى، شكرا جزيلا لك.